عقد مجلس المحرق البلدي جلسته الاعتيادية في ضوء متابعة الميزانية المخصصة لمحافظة المحرق من مشروع تنمية المدن والقرى للعامين 2015-2016 وتخصيص عقارين في البسيتين من أجل إنشاء صالة المناسبات الكبرى التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله ورعاه أثناء زيارته إلى المحرق. وفي سياق متصل، أصر المجلس على توصية إنشاء مركز شبابي بمجمع 204 يقدم مختلف الخدمات التي تطور الشباب وتنمي مهاراتهم من أجل استثمار طموحاتهم على أكمل وجه. إلى جانب ذلك، طالب المجلس تطوير عدد من السواحل والمرافق الترفيهية بالمنطقة. وبحضور ممثلين عن هيئة شؤون الكهرباء والماء، ناقش المجلس الآلية المعتمدة لأعمال الصيانة والطوارئ بالطرقات والشوارع العامة، وتزامن ذلك مع الخطة الاحترازية التي وضعت بتنسيق المجلس مع قطاع الأشغال لمواجهة الآثار الجانبية في موسم الأمطار، حيث تضمنت الخطة تخصيص مضخات شفط مياه الأمطار وصهاريج موزعة على دوائر المحرق الثماني بالتساوي.